ينضم إلينا من قطاع غزة أو من الضفة الغربية دكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا بك دكتور في هذه التغطية. بداية من أين تحدثنا كي نكون يعني نرصد مكانك في منطقة أو في الأراضي الفلسطينية؟ أهلا بكم. أهلا. يعني ما زالت الأمور صعبة في قطاع غزة والضفة الغربية، هناك عمليات مستمرة للقصف المستمر في قطاع غزة يؤدي إلى وقوع العديد من الشهداء والإصابات. ما زالت الشهداء والإصابات تقع في قطاع غزة بالاستهدافات المستمرة. في الضفة الغربية هناك اقتحامات متكررة، وهذه الاقتحامات تسفر عن الإصابات كما حدث في نابلس قبل قليل. تم اقتحام خلال دقائق، كان هناك 9 إصابات منها 4 في منطقة البطن والحوض و3 إصابات بسيطة لمتوسطة. طيب دكتور عبد الجليل، يعني في ظل هذه الاستهدافات الكثيرة، يعني منظمة أطباء بلا حدود أعلنت بأن هناك سحب لجميع موظفيها من المنطقة الوسطى بقطاع غزة، هناك استهداف لي أيضا مأوى في مدينة خان يونس تابع للمنظمة، هناك استهداف لمناطق بها مستشفيات كثيرة. ما هي الإجراءات التي تقوم بها أو يقوم بها الهلال الأحمر في الوقت الحالي جراء هذه الاستهدافات؟ يعني ما زالت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة مستمرة في الخدمات الطبية برغم هذه الاستهدافات. نحن رصدنا عشرات الاستهدافات والانتهاكات ضد الطواقم الطبية، بعضها وصل إلى استهدافها بشكل مباشر واستشهاد 4 مسعفين واستشهاد 2 من المتطوعين، بالإضافة إلى 29 مصاب من الكوادر الطبية. هناك استهداف ل 18 مبنى تابع للهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى تدمير 15 سيارة إسعاف وتدمير 20 سيارة بصورة جزئية. هذه الاستهدافات ما زالت تطاقم الهلال الأحمر الفلسطيني برغم كل ذلك تقدم خدماتها. في منطقة جباليا مثلا هناك نقطة طبية برغم أن معظم الحياة الطبية هناك انتهت بعد إجراءات قوات الاحتلال واستهدافها للمستشفيات، هذه النقطة الطبية تقدم الخدمات ما زالت للمواطنين حتى لو بصورة بسيطة إلى متوسطة. المستشفيات الميدانية أيضا هي تعمل في منطقة جنوب قطاع غزة للتخفيف عن المستشفيات التي تعمل حاليا. عمليا أطباء بلا حدود والمؤسسات الدولية هي كلها تحت الاستهداف أيضا، ويتم استهدافها في كل مكان سواء كان للقوافل الأولية. هل هناك تواصل مع أطباء بلا حدود وأيضا مع المنظمات الأممية؟ نعم، نحن نعمل دائما. نحن كهلال أحمر فلسطيني نحن جزء من المنظومة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ونقوم بالتواصل بشكل دائم مع المنظمات الدولية ونعمل معها بالشراكة سواء كان الأونروا على معبر رفح والعمليات المختلفة. نعم. أو أوتشا أو عن طريق الصليب الأحمر الدولي، كل هؤلاء المؤسسات نقوم بالعمل معها في قطاع غزة للعمليات الإغاثية والإنسانية. نعم. آخر الأخبار عن الإمكانيات ومستلزمات المستشفيات في الوقت الحالي، ما التي تحتاجه المستشفيات وما هي أبرز المستشفيات الجاهزة والمستمرة في العمل في الوقت الحالي في القطاع؟ يعني ما زالت الأمور الأدوية الطبية الخاصة في عمليات الجراحة المختلفة هي فيها قصور كبير جداً في ظل استمرار ورود عدد كبير جدا من الإصابات. هذه الإصابات التي تكون في معظمها إصابات في العظام بسبب عمليات القصف والانهيارات التي تحدث بسبب عمليات القصف. هناك حاجة كبيرة جدا للأدوية المخدرة والأدوية المسكنة، بالإضافة إلى أدوات جراحية بالتأكيد لهذه الغرف العمليات التي تعمل على مدار الساعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الإصابات. هناك تقديرات لوجود 5000 مصاب هم بحاجة إلى تحويل إلى خارج قطاع غزة، وذلك لاستكمال علاج عدم وجود آلية لعلاجهم داخل قطاع غزة بتاتا، وهم بحاجة إلى تحويل إلى خارج قطاع غزة. يعني الإجراءات كبيرة والمنظومة الطبية متهالكة هناك والوضع صعب للغاية. ماذا عن مسألة النزوح؟ يعني هناك بالتأكيد استهداف كان في الشمال، وأيضا يعني تدمير للبنى التحتية وتدمير للشوارع والأبنية في الشمال وأيضا وسط القطاع. يعني هل لديكم أي معلومات عن وجود أي مدنيين في هذه المناطق، وهل هناك نزوح من هذه المناطق في الوقت الحالي إلى الجنوب؟ يعني هناك تقديرات لوجود 800 ألف نسمة موجودين في منطقة شمال قطاع غزة لم يقوموا بالنزوح إلى الجنوب. هناك أيضا تقديرات لوجود 65 ألف مبنى تم تدميرهم بشكل كامل، و290 ألف مبنى
تم إضرارهم بشكل فادح يمنع من العيش في داخلها. هذا أدى إلى نزوح 1.9 مليون فلسطيني إلى جنوب قطاع غزة، وذلك هربا من عمليات القصف العشوائية العمياء التي تستهدف المدنيين في تلك المناطق. يعني هل لديكم أو ترصدون يعني هؤلاء المدنيين الموجودين في الوسط أو في الشمال الذين لم يتركوا منازلهم في الوقت الحالي؟ يعني هل هناك قدرة على التواصل معهم وتتابعون أحوالهم؟ يعني بالتأكيد هناك صعوبات كبيرة في التواصل. نحن يردنا اتصالات عبر جهاز إرسال جي اتش اف الخاص بنا من قطاع غزة، يصلنا نداءات استغاثة لمجموعة من المواطنين، لكن للأسف في مناطق واسعة لا نستطيع الوصول إليها بسبب إجراءات قوات الاحتلال. نعم، الدكتور عبد الجليل أحنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني كنت معنا على الهواء مباشرة من نابلس، شكرا جزيلا لك.